السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بمتتبعي القناة، مرحبا بكم في هذه الليلة الخاصة جدا اللي غادي نتكلموا فيها على مغاربة العالم، على المهاجر المغربي، ولكن حلقة عندها ميزة خاصة، أن اليوم ضيف الحلقة ضيف شرف وضيف كبير اللي هو الدكتور عبد السلام فيزازي من جامعة بن زهر بالمغرب الحبيب. دكتور مرحبا بك. أهلا وسهلا سي معطوي، شكرا أهلا، على هذا اللقاء. شكرا لك، وهذا شرف كبير لي شخصيا والمتتبعين اللي دائما كيتمنوا حلقات من نوعية خاصة للتأطير والتنوير والبحث دائما في مصلحة المواطن المغربي، حتى يرقى بفكره ويرقى بنموذجه الاجتماعي ليصل إلى الأهداف التي نتمناها إن شاء الله الرحمن الرحيم. دكتور فيزازي، كما لاحظتوا في هذه المدة خدمنا على مشروع مغاربة العالم اللي ربما عند البعض ماشي شي حاجة مألوفة أن تكون هذه البادرة باش نخدموا على هذا المشروع. هذه تقريبا دابا 17 شهر ديال العمل، اللي رغم الطول ديالها ما كافياش باش نكونوا وصلنا للمبتغى، الانطلاق القوي. غادي نخليك فكرة كأخصائي تدير تقييم الحلقات اللي ولا الحلقة اللي ربما شفتيها في مشروع مغاربة العالم، باش نتكلموا على هذا الكائن أو هذا المكون ديال المجتمع المغربي الذي يعيش في العالم، الذي يرتبط بوطنه حبا، يرتبط به بتقاليده وثقافته، ولكن لا يجد البديل أو المقابل من حب من لدن وطنه. شكرا لك وخلي الكلمة. شكرا صديقي وعزيزي في الغربة، ولا أريد أن أتكلم عن الغربة لأن ربما رب غربة هي غالبا ما تكون مزدوجة. فبالنسبة للحلقة التي كانت تمثل برنامجا موسعا، تتبعته بطبيعة الحال، وكما قلت لك كنت في حصة رياضية ولكن أعدتها وأنا إلى حد الساعة الثالثة صباحا. لماذا؟ لأن متعة النص ومتعة الحوار تجعلك تنتظر أفق الانتظار، وأفق انتظاركم بطبيعة الحال هو أفق انتظارنا. وأنتم تشتغلون لمدة 17 شهرا بلياليها ليس من السهل اليسير، إذن فثمة مجهودات جبارة والتركيز، وأنا أعرف الاشتغال على ورقة عادية جدا تأخذ منا وقتا طويلا، وما بالك إذا كان برنامجا كونيا عالميا يتعلق بمغاربة العالم. إذن فمن هنا أشد على أيديك بحرارة، ومن يشتغل معك بطبيعة الحال عندما نشتغل إذن يكون معنا أيادي خفية أو ما يسمى بالكواليس التي تساعدنا. وحتى بالنسبة لأولادنا فهم يعيشون معنا، هذه هي المتعة، وهذا البرنامج وهذا الاشتغال المرير من أجل تحقيق حلم وليس أضغاث أحلام. أقول حلم وليس أضغاث أحلام، وسوف أقول لماذا. في دم فاعتباري كنت مهاجرا بين قوسين في فرنسا، وفرنسا التي حضرت فيها الدكتوراه ولا سيما في ليون جامولا، وتجوالي العديد في عبر الدول الأوروبية وغير الدول الأوروبية. لماذا؟ لأنني بطبيعة الحال أنتمي لمختبر يتعلق بكم، وهو مختبر الهجرة والتنمية المستدامة، l'immigration et développement durable. إذن فاشتغلنا فيه انطلاقا من
207 ونحن نشتغل أفواج الآن، أصبحت ما شاء الله أصبحوا باحثين بامتياز، وهم يتتبعوننا الآن اللحظة، دكاترة يشتغلوا معنا ولا سيما اشتغلوا على سوس ماسة درعا، إذن الجنوب. إذن فبالنسبة لي عندما كنت أحاضر لا في فرنسا فيونيفرسيتي جون مولان، ولا بالنسبة لإسبانيا لأوتونوميا دي مدريد، ولا سيما دي بانوفا في إيطاليا. وبالمناسبة معنا الآن في المشاهدة طالبين اثنين، مع الأسف الشديد توفي الطالبة كانت تشتغل معي في المقاولة، مقاولة المرأة المهاجرة توفت رحمها الله. رحمه الله. والآن معي وعيد وهو يشتغل في قنصلية بانوفا. وكنت محظوظا عندما زرت بانوفا، وكانت هناك نزهة آنذاك قنصلة، وهي الآن في مايوركا. ولكن هذه الصديقة الجديدة بطبيعة الحال هي صديقة في هذا الموضوع بالضبط، وهذا الموضوع الذي تقاسمناه، وكل يشتغل في موضوع معين، ولكن داخل الهجرة وانعكاسات الإعلام الداخلي على هذه الهجرة، لأنني أنتمي إلى مختبري طبيعة الحال الإعلام في نفس في نفس الوقت. وبالمناسبة أخبركم على أنني راسلت في رابط خاص أصدقائنا في الجزيرة، ولا سيما مديرها السيد سعيد حرفوش وبعض المغاربة هناك. أتمنى أن أنقل إليهم هذا التسجيل عندما تمدني به إن شاء الله. إذن فبالنسبة لمغاربة، كنت أنصت إليك بقلبي وأعيش أسافر عبر الذاكرة الموشومة مع كل جملة كنت ترددها، وبطبيعة الحال قلت أشد بحرارة على أيديك، لأنك برنامجك غالبا برنامج ما نقدمه مكتوبا، وأنت ارتجلته ارتجالا لأنك حفظته عن ظهر قلب، لأنك أنت صانعه. وعندما أقول أنت مفردا بصيغة الجمع، حتى لا يعتقد البعض أننا نتكلم بالأنا البغيضة والجديرة بالبغض، بل هذا عمل جماعي. وعندما أتكلم عن العمل الجماعي المتعلق بمغاربة العالم، ومن خلال معالم من خلال مغاربة العالم، أوجه الخطاب إلى الحكومات المتتالية التي طالما حاضرت في المغرب وخارج المغرب، حتى في تونس بطبيعة الحال، في سوسة وفي القيروان وفي جرجس. إذن فبالنسبة لما كنت أتكلم عن الهجرة المغاربية، أما الآن الأمر يتعلق بمغاربة العالم. هذه كانت مبادرات كثيرة جدا، ولكن أجهضت عندما أبنيها للمجهول، فلا أريد أن أبنيها للمعلوم. لأنك صديقي العزيز وأنت تشتغل في هذا الميدان، إذن فيجب أن تكون أيوبيا في الصبر، لأن هناك من يقرأ هذه هي البادرة قراءة تأويلية بعيدة كل البعد عن هذه المحبة التي تريد أن تحققها ويحققها معك مغاربة العالم. وهنا لا نقسم، فجميل جدا عندما راسلت المثقفين الكوادر، وما أكثرهم، إذا فجل الكوادر يا أخي درسوا معي هناك، كنا 62 باحثا جامعيا، دخلنا 3 إلى المغرب والباقي بقي هناك. وأنت تعرف لماذا،
إذا فالسكوت عن هذا بطبيعة الحال يحتاج منا كما يقول السكوت وكما يقول رومبارت لو سيلونس اون ميتا لانغ، الصمت لغة واصفة لغة داخل لغة. إذا فعندما تشتغل في برنامجك الذي أعدته مرات ومرات لأستأنس به رشدة، إذا فأعتقد أنك قمت بمسح كامل، بمسح جذري لكل ما من شأنه أن يطرح أسئلة ملتبسة أو غامضة عند البعض. وأقول لهذا البعض، نحن لا نقسم أبغاربة العالم إلى طبقات، طبقات مثقفة جميل جدا نحتاجهم في كثير من الأحيان. إذن فهذه الكوادر تحتاجها الدول الغربية، وشدت عليها بالأصابع العشر، فكيف لا يمكن أن نستغلها نحن؟ ومن ثم سوف نتناول، وتناولت بطبيعة الحال وقصدت باقي الشريحات، الطلبة، العمال، وكل الطبقات الأخرى. إذن فكنت تتكلم مفردا بصيغة الجمع ولا تقصي أحدا، هذا ما أعجبني في تقديمك لنا. إذن ما كانش إقصاء، وهذا مفهوم الإقصاء هو إقصاء مفهوم عربي بامتياز مع الأسف الشديد. إذن فعندما نشتغل فيجب أن نكون مثل الجنود في الحرب. تعرفوا الجنود في الحرب يحيدوا الجراد، يحيدوا الجراد سواسية إطلاقا. إذن فهكذا اشتغلت، وهذا الموضوع درسته وحاضرت فيه مثلا في بانوفا، والأصدقاء يعلمون هذا، وفي مدن أخرى بطبيعة الحال ليس في إيطاليا فقط، ولكن عندما أقول في إيطاليا هو آخر كتاب خرج لي مرايا الوطن الجريح على إيطاليا. وبالمناسبة فأنا اشتغلت على أليخيدو أحلام هاربة، وكذلك فرنسا، والآن أشتغل على، أريد أن أقوم بمسح لكل الدول الأوروبية التي يتواجد بها المهاجرون المغاربة، علما أن المهاجرين المغاربة متواجدون في القارات الخمس، وهذا جميل جدا. وكنت سأقول لك صديقي العزيز، إياك أن تنسى مهاجرين في دول الخليج، فكثيرا ما ننسى عندما نفكر في الهجرة نفكر في الضفة الأخرى، ولا نفكر على أن الهجرة بدأت بطبيعة الحال في الخمسينات والستينات بامتياز إلى الجزائر، ليس إلى الجزائر كما تقصد، بل عندما كانت فرنسا هناك تشتغل في الفلاحة، وكان المغاربة يشتغلون ولا سيما في العنب والشنت النابة وهلوم جرة. إذن فكذلك كما أريد منك، ولست أدري هل انتبهت إلى هذه الأشياء، فكثيرا ما يراسلوننا من الدول الإفريقية يقولون نحن مهاجرون هنا في الدول الإفريقية، ولكن أنتم تشتغلون على الهجرة وكأن الهجرة موجودة في أوروبا فقط. إذن فيجب هنا ليس إقصاء، بل يجب أن ننتبه إلى بعض الأشياء لنتكلم عن مغاربة العالم. مغاربة العالم ليسوا الذين يتواجدون في قارة واحدة، بل هم موزعون في قارات أخرى، ولكن من الصعب اليسير جدا، من الصعب أن نحاول أن نجمع كل هذه الأشياء. إذن وما الدجر والفرات إلا قطرات ضمت إلى قطرات، نبدأ من هناك، ومن ثم يمكن أن يكون لنا ممثلين في هذه القارة الأخرى، إفريقيا وآسيا وألوم جرة. إذن فالعمل لا يمكن أن نحققه مطلقا، ولكن سوف يبدأ مقيدا، ولكن يتطور إلى أن نحقق هذا المطلق. إذن فبالنسبة لقراءتي لبرنامجك، وددت أن لو، غير هذه الملاحظة التي قدمتها، وددت أن لو نزحت شيئا ما عن نقطة ما فوجدتك تطرقت إليه بتفصيل ممل جدا، إلى درجة أن 17 شهر كافية بأن تلم بالموضوع إلماما كبيرا جدا. ولم تكن تستعمل، وأنا ناقد بطبيعة الحال، لم تكن تخونك أو يخونك ضميرك، أنا
وتقول أنا، بل تقول نحن. إذن بصيغة الجمع. إذن tu n'as jamais été, comme on dit, le île de Proust ou là, le jeu de المتنبي. لكن كنت تتكلم بنحن نريد أن نحقق. وهذا ما كنت ما برمجته لقد أجهد. وأستحي أن أقول من جهده. الذي جهدوه هم أولئك الذين لهم حسابات ضيقة جدا، حسابات ضيقة جدا ومؤدلجة، إذن فيها ما فيها من أشياء أنا قلتها بكل شجاعة في محاضرتي. إذن فهذه المحاضرة هي محاضرة سياسية أصلا قبل أن تكون أدبية، فحتى كتبي التي كتبتها حول الهجرة كانت تحمل أدبية الجنس الأدبي الروائي أو السير الذاتي، ولكن بطبيعتها ترتكز على السياسة، سياسة الهنا وسياسة الهناك. إذن فأنتم كنتم ولا زلتم بين نارين، إذن ولا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار. عانيتم الإنسان عندما يهاجر من وطنه. إذن فأنا أتذكر هجرة عصبة الأندلس من الشام إلى أمريكا، وهلومجرة ليست وليدة اليوم. إذن فالإنسان الذي يهاجر لي يهاجر، لا يمكن أن تفارق بيتك هكذا اعتباطيا أو بضربة لازم، ولكن هناك دوافع جعلتك تهاجر، دوافع معيشية ودوافع تحسين الوضعية. ولكن عندما تصل إلى هناك الدول التي تستقبلك، إذن فلا تستقبلك بالبساط الأحمر، ولكن تعاني وتعرق وتدافع وتحقق الذات، لأنك تستصحب بلغة الفقهاء كجمعك، تستصحب لغة هذا الضعف، لغة من فعل هذا بجماجمنا حتى كنا هنا، فهمنا. إذن فبالنسبة لهناك، إذن فهناك غربة مزدوجة، ليس الغربة، الغربة عندما تعاني، الغربة الكبيرة جدا عندما تعانيها في وطنك. وهنا سوف نتكلم، وقد تكلمت عن البحث عن الهوية، وما أدراك ما الهوية، ليس من السهل جدا. إذن فهذه هي هذه الأشياء هي التي حاضرت فيها بشجاعة بطبيعة الحال. أنا عندما أحاضر هنا يعرف الجميع على أنني لا أحاضر أدبيا فقط، ولكن أستصحب معي أدوات سياسية. الهجرة سياسة، سياسة الهجرة وعامل اقتصادي، والهجرة ربح بالنسبة للوطن، وما أدراك من ربح. إذن فبالنسبة للمهاجرين الدخل ديالهم بالنسبة للمغرب يعد الثالث بطبيعة الحال. إذن فليس من السهل اليسير جدا أن يذهب هذا هدرا، وسوف نتكلم عنه بتفصيل، ولقد تكلمت عنه بألم وحسرة، ومن خلالك كنت أتصور الآخر المهاجر يعاني نفس الشيء ويشعر بنفس الشعور، بنفس الشعور، وهذا الشعور وقاسم مشترك بينكم أنتم المهاجرون ونحن المهاجرون عبر التليباتيا. إننا نكتب، نعم عانيت في الهجرة، حتى أنا اشتغلت في البساتين، واشتغلت في فاندونج، واشتغلت في سوريز، واشتغلت في كورسيكا، بورتوفيكيو، وهلما. إذن فكنت قريبا من هذه المعاناة، بل حتى الذين هاجروا بطبيعة الحال وليست لديهم أوراق، ليست لديهم أوراق بطبيعة لتحقق هويتهم ولتحقق قابليتهم في تواجد هذه الدول. إذن فبالنسبة لأقول عندما أقوم بقراءة تشريحية لوتوبسي لما جاء في برنامجك، وهو برنامج لأول مرة، البرنامج عادة ما يعطى لنا، ما يعطى، ولكن لهذه القوة ولهذه الجاذبية التي عشتها فأنت ارتجلتها ارتجالا، ارتجلتها ارتجالا إلى درجة أنني كنت أقول نعم أنا حفظت القرآن، ولكن هذا الإنسان يرتجل وكأنه حفظ القرآن، لأن من شدة ما تعيشه أصبحت التلقائية والارتجال والبديهة تنطق هي. إذن
هذه هي الهجرة، وهذه الصدمة الكبيرة، وهذه هي المعاناة، وهذه النوستالجيا إلى الدول، إلى دولة الأم، الوطن، كانت حاضرة، ولكن حاضرة بمزحة حزن، بمزحة من يعض على الأنامل أسفا. وهذا ما جاء في كتابي عند عم المرضي الذي مات هناك في مرايا الوطن الجريح، مات هناك ولم يعتقد يوما أنه سوف يدفن في بني ملال. إذن فأخي العزيز، أنا لم أكن أعلم أنك كنت بعيدا عني ب 28 كيلومتر إطلاقا، لأنني كنت في الحجب وأنت في بوفكرة، وعشنا نفس الطقوس ونفس الهم بطبيعة الحال. أنا ابن الجندي وأنا المهاجر دائما، أنا المهاجر مثل اللقلاق والنوارس، المهاجر دائما عبر الدول الأوروبية، منها إسبانيا وفرنسا وطبيعة الحال دول كثيرة. إذن فهذه المقدمة التي قدمت فيها من خلال ما رأيت وسمعت، رأيت وسمعت في الفيديو الذي كان دقيقا جدا، إلى درجة أنني كنت أتمنى أن تكون الأسئلة في مستوى هذه الورقة، هذا البرنامج. وهذا البرنامج لو كتب، أعتقد أنك كتبته، سوف يكون رزمانة من، أو دفترا كبيرا من الأوراق التي تجمع هذا البرنامج الذي قدمته صوتيا. وبهذا أبلغ لكم، وأنا رئيس تحرير لهذه الجريدة باحثون، والدكتور عياد هو المشرف، إذن فهو على استعداد كامل، هو الشجاع، وهو الذي لست أدري عانى الأمرين عندما أوقفوا الكتب في المطار، إذن فعانى من هذه الغربة وقال لي أريد سي عبد السلام، لو كان هذا البرنامج مقدما بالنسبة لنا بصفة عامة، نب علينا، أريد أن يقدموا لنا أوراقهم لنقدم لهم هدية رمزية في مجلة باحثون، عبارة عن كتاب يسماه هو أنطولوجيا، ولكن إلى جانب هذا قال لو كانت عندهم مقالات كيفما كان نوعها بشدة وبحدة، إذن فنحن على استعداد لنخرجها كتابا مهداة لهم في ظرف شهر. وأترك لك الكلمة لماذا؟ شكرا دكتور عبد السلام الفيزازي، والله العظيم يعجز اللسان وتسقط الكلمات لوصف هذه المداخلة الراقية الدقيقة التشريحية. أولا 17 شهرا من العمل لم تكن هي بداية التفكير في هذا المشروع، إنما جاءت الفكرة من التمرس مع أصدقاء لي من الجالية اليهودية في فرنسا، الذين واكبتهم لمدة 15 سنة، وأعطيت 8 أفكار مشاريع التي هي اليوم لديهم بمثابة عمود فقري في مجموعتهم، وهي ناجحة بكل المقاييس من الناحية الفلسفية الاجتماعية الاقتصادية الوجودية والهوية وتحقيق الذات في الدول التي يعيشون فيها. خلاصة القرار كانت في صيف 2020 لما تمت تلك الجريمة الشنعاء البشعة في مدينة طنجة، قضية الطفل عدنان رحمه الله، فكانت يعني صدمة عميقة في كياني. تفاعلت معها ورأيت أن المواطن المغربي يعيش ليس الغربة في الخارج، بل يعيش الغربة في وطنه كذلك، ما يسمونه هناك بالحجرة. فجاءت الفكرة وقلت، كانت أمنيتي لسنين طويلة أن أنقل تلك التجربة وأنقل ذلك المشروع إلى مغاربة العالم، لأنهم قوة نائمة في اللاشعور عند المهاجر المغربي، لا يعون تلك القوة لأنها ليست مجتمعة. فقررت وعزمت
وتوكلت وبدأ النقاش حول المشروع. أمنيتي أن يرى هذا المشروع النور، أن يتحقق ولو بالقليل ولا بالنسبة القليلة، وهذا ما كنت أقوله. أقول نحن نراهن على 1% من مجموع مغاربة العالم، 1% يكفي، ستكون 50 أو 60 ألف، فهي كافية لخلق المعجزة، لخلق الصدمة عند الجميع، لخلق القوة الارتجاجية التي ستحرك الضمائر وتحيي الهمم، لنشر الفكرة وتسليط الضوء على تلك القوة النائمة الخارقة. إن بذلك العدد هي قوة نائمة، وهي دولة نائمة عابرة للقارات دون أن تعي. فكانت البداية، ومنذ ذلك الحين ونحن في 17 لم تكن الطريق مفروشة بالورود. واجهنا الصعاب والأيادي الخفية، وكان اضطراريا أن نستعين بمحامين أكفاء لإخراج المشروع إلى النور. واليوم نعاني كذلك لفتح حساب بنكي، وهذا من يعني من الغرائب الغريبة. لن نتراجع بحكم أننا في دول أوروبية فيها نوع من الديمقراطية النسبية، ليست الديمقراطية، لأن الديمقراطية تبقى كلمة في الفضاء بطبيعة الحال، لكن لن نتراجع، وسنستغل جميع النصوص وجميع القوانين وجميع الروافع لنصل إلى المبتغى، لنصل إلى فتح ذلك الحساب وإطلاق ذلك المشروع. 3 أشهر الماضية كنا نبحث عن الهفوات ونبحث عن جواب لكلمة لماذا، لسؤال أين الخلل. واليوم الحمد لله ابتدأت صورة تتضح، وانطلاقا من يوم الاثنين المقبل سندخل في إطار تصحيح القانوني القضائي لحل هذا المشكل ولإطلاق هذه المعلمة وهذه الفكرة التي ستكون بادرة خير ليس علينا لكن على أبنائنا وعلى الأجيال القادمة، حيث نقيم، حيث سيقيمون، لتحقيق الهوية، لتحقيق الوجود، لتحقيق الاعتراف، الخروج من نير العنصرية. لأنني بعد دراسة العنصرية أنها ظاهرة، هي ظاهرة مرضية إن شئنا عند البعض، لكن ظاهرة لها أسبابها عند المنطقية عند البعض الآخر. هذه الأسباب المنطقية التي أراهن عليها حتى ينجلي قيد العنصرية، فالتي لها أسباب لما نرى المواطن المغربي فهو مرتبط ارتباط عضوي بوطنه، بتلك النوستالجيا التي تكلمت عنها. فظل المواطن المغربي يعمل ويكد ويجد ويبعث أمواله إلى المغرب ويشتري بقعة أو مقهى أو يبني أو كذا، ويتعرض للضرائب والتهميش والمشاكل اليومية الإدارية التي نعرفها، حبا في ذلك الوطن وليس جهلا، لكن نسي ذلك المهاجر المغربي الكوني، نسي أن يبني ذاته حيث يقيم، نسي المعادلة الرياضية الرهيبة التي هي بسيطة وأمام أعينه لكن عليهما غشاوة، أنه النسبة العظمى من وقته يعيشها خارج الوطن، وبالتالي تلك النسبة العظمى كان عليه أن يحقق فيها حياة أخرى في مستوى إنسانيته، في مستوى هويته خارج الوطن، ليكون من ناحية معترف به ومن ناحية أخرى أحسن سفير لوطنه. من هنا دخل التفكير، من هنا بدأت الفكرة لتصحيح هذا الخطأ. ربما بعض الناس أو الأيادي التي أشرت إليها التي ستحاول أن تجهض هذا المشروع لا ترى في المواطن المغربي في المجر إلا تلك البقرة الحلوب التي لا تستحق حتى قدر الإنسانية، حتى الاحترام، وهذا نراه بأعيننا ونلمسه بأصابعنا، لأنهم يرون تلك الـ20 مليار دولار التي تدخل من تحويلات كأنها سدرة المنتهى، في حين هي لا شيء في الحقيقة، هي لا شيء، لأن لو كان
لمسؤولين في وطننا. الذكاء الفكري وحب الوطن وحب الإنسان لكانوا قد أطروا تلك الجالية لتكون كالجالية اليهودية، كالجالية التركية، كالجالية الصينية، لتضع أقدامها في تلك الدول لتبني المصالح والمشاريع وتساهم، لأن هذا يحقق هدفين. الهدف الأول هو أن المواطن الغربي لا يرى فينا إلا ميكروبات تمتص خيرات وطنه لإرسالها إلى الضفة الأخرى، وهذا من ناحية منطقي، يرون فينا أولئك الذين يستفيدون من الإعانات الاجتماعية وينهبون بطريقة أو بأخرى، في حين ذلك المواطن الغربي لا يرى أن سياسييه ينهبون وطننا بدون حسيب أو رقيب. لكن لا ننزل إلى هذه الحسابات التي يجهلها المواطن الغربي، بل نريد أن نبني هنا ليرى فينا من يبني القيمة المضافة، من يحارب الفقر، من يخلق الوظائف، من يخلق الغنى ويبني المسار، يؤطر الأبناء، يواكب الطلبة ليحصلوا على أعلى الشواهد، ليتبوأوا المراكز، وتكون هناك دائرة ربحية جهنمية على جميع المستويات. فأولئك المسؤولين عندنا إما أنهم قصيري النظر أو عديم الكفاءة أو شيء لم أجد له مصطلح. أن نكون هنا بتلك القوة، بتلك الوحدة، بذلك البناء، فلن نرسل مع نهاية في نهاية المطاف وبطريقة قانونية، فلن نرسل العشرين مليار. ربما نساعد المغرب للخروج من قروضه الدولية، ربما نبني مع إخواننا المغاربة بالداخل منهاجا آخر من الاستثمار، من البنية التحتية العلمية، لنساهم بقدر المستطاع في كسر الحصار على المغرب، ذلك الحصار الخطير الذي هو الاستيراد، ذلك الاستيراد الذي يحرمنا اليوم من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المسارات الحساسة التي تسلبنا سيادة القرار، وهذا يجهلونه. من هنا ننطلق، وهذه كانت هي الفكرة. وأتمنى أن يكون كل مغربي له غيره، على نفسه، على أجيال القادمة، على وطنه، أن يستوعب الفكرة التي تحرك هذا المشروع. سيكون المغاربة العالم عبارة عن دولة، عن شعب بدون دولة، لكنها دولة عابرة للقارات، تزن وزنها وتحقق مبتغاها في إطار إنساني اجتماعي حضاري، في إطار الاندماج داخل المجتمعات التي نعيش فيها. حقيقة إنه مشروع ليس بالسهل، إنه مشروع متفرع، ومشروع كيف أصفه، هو حركي رياكتيف، فيه فعل ورد فعل، فيه إنشاء وإنشاء وإنشاء، فيه بناء متواصل، أفكار متواصلة متجددة. لهذا يصعب دائما أن نلخصه في ساعة أو ساعتين، وأتمنى من المغاربة أن يعوا قدر هذا العمل الجبار الذي نشارك فيه جميعا، الذي لن أبنيه لوحدي، لأنه في دماغي مستوعب، يمكنني أن أتحدث عنه دون كتابة لساعات طويلة، يمكنني أن أصفه في أدق تفاصيله على جميع المستويات، لكن رغم ذلك لا يمكنني تحقيقه بتلك الفكرة. لازم لا لابد أن ينخرط الجميع في هذا المسار، في هذه المسيرة، في هذه الدينامية التي منها نبتغي عزة النفس، الرجوع إلى الهوية، تحقيق الذات، وخلق بديل للسياسيين داخل المغرب، ليروا أن المواطن المغربي لم يخلق جاهلا، لم يخلق بسيطا، إنما خلق بجمع بنفس الفطرة التي خلق بها الله الناس جميعا، أننا قادرون، فنخلق البديل لنجعلهم يتأثرون بتلك الديمقراطية، بتلك القوة، بذلك العمل. وأتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى من يهمهم الأمر.
هذا ما كان يحركني. وصراحة ليس بالأمر السهل وليس بالعمل. هناك كثير من الإخوة والأخوات يسألوني أين وصل المشروع، فأقول لهم ليتكم كنتم مكاني فستجدون الجواب. إنه حمل الجبال على الأكتاف والمشي بالخلف وليس بالأمام. إنه مشروع يخيف في الحقيقة. لا نتلقى الضربات للا شيء. إن هذا المشروع يخيف حتى الدول الغربية، لأنه سيحقق الانعتاق للمواطن المغربي داخل الأوطان التي يعيش فيها. أنه يصبو إلى خلق لجان أو فئات حسب ثقافة، حسب الكفاءة في جميع المجالات. وقد قلتها، دكاترة المغاربة الدكاترة في العالم سوف يلتقون في ذلك الموقع الإلكتروني ليوحدوا جهودهم العلمية في جميع التخصصات حتى نحوز يوما ما بجائزة نوبل في علم من العلوم، وهذا في متناول اليد. وقد أبان عنه المغاربة لما يخرجون من وطنهم فهم يصلون الأماكن العليا، ولكن دون دعم قوي، دون دعم عددي، دون تضافر جهود يحرمون من تلك الجوائز النبيلة. وهذا فيه نوع من العنصرية والإقصاء، لأنه في الوقت الذي نجدهم على قمة بعض العلوم في الدول الغربية نجدهم عديم الوجود في المحافل الدولية التي تعطي جائزة غونكور أو جائزة نوبل أو جائزة كذا أو كذا. وهذه يعني نلاحظها. آخر ما شفت يعني ما رأيت من جائزة فكانت للكاتبة سليماني هنا في باريس جائزة غونكور، وقد حضرت لذلك اليوم الذي نالت فيه تلك الجائزة ككاتبة، وكنت كاليتيم أحتفل لوحدي لغياب المغاربة في ذلك المحفل. فهي أم المهازل بامتياز. كنت أحوم ببصري علي ألقى أحدا أعانقه ولو أنني لا أعرفه ولم أجد أحدا. المهم، إذن هذه هي أفكاري. أتمنى أن نضع اليد في اليد معكم كأخصائيين، مع باقي الدكاترة إن شاء الله الرحمن الرحيم، للاشتغال على هذا المشروع كما قلت، للخروج بأونتولوجيا، للخروج بمشروع يكتب في كتاب. صراحة لدي الكثير من الأفكار، لكن يلزمني بعض الوقت لأنزلها بقلم على الورق وأمدكم بها لنرى ما يمكننا فعله وتوصيل، ويعني لتكون بصمة للأجيال القادمة. أدع لك الكلمة سيدي الفاضل. شكرا صديقي العزيز، وأنا أنصت إليك، وإذا بالذاكرة الموشومة تسافر بي إلى عوالم أخرى، تسافر بي إلى حقيقة مطلقة. عندما كنت أشتغل في ليون بعيد 50 كيلومتر dans un champ de cerises، وكان يمتلكه أخوان يهوديان مغربيان، وكان يحترمني كثيرا لأنني لم يعهد أن إنسان يحضر الدكتورة أنه سوف يشتغل أحسن منه والذي يمتلك تلك. فقال لي حقيقة بطبيعة الحال تدبرتها بشكل عميق جدا، وعوض أن يسميني عبد السلام، هذا الاسم الذي لا يمكن أن ينطقه إلا إذا كتب بلا ترانسكريبسيون فونيتيك، فكان يسميني أبدال. فقال لي، احنا كنا هزين سوريز الجروب مارشي، كان كيبغي أنا أستصحبه دائما ليناقشني، فقال لي أبدال أباوك فوزافي تو فونافي غيان، في المغرب تملكون كل شيء ولا تملكون شيئا. إذن هذا ما لخصته أو حاولت أن ألخصه من خلال هذه التفاصيل التي تقدمت بها بعجالة، وأنا أعرف على أنك تريد أن تعطيني الوقت، ولكن لو تركتك تتكلم عن هذه الأشياء الدقيقة جدا
لا كما قلت، لا سهرنا الليل كلها، وسوف نكون كما قالت شهرزاد لشهريار حتى يحل الفجر. إذن فقد تكلمت عن أشياء كثيرة، تكلمت عن شيء يثيرني جدا، أن في أوروبا من المغاربة قوة كبيرة جدا إلى درجة يمكن أن نكون لوبي كما قال اليوبي اليهودي في المغرب في أمريكا. هم قلة والعرب كثيرون، ولكن لا يمثلون لوبيا صحيحا جدا. ولكن أنت أشرت إلى شيء مهم جدا وأنت تتناول موضوع مغاربة العالم، فقلت على أنهم يمثلون قوة نائمة، قوة نائمة شنو خاصة؟ اكسيتاسيون، التحريض. والتحريض ليس من السهل اليسير، يتطلب إقناعا، ومن سوف تقنع؟ شرائح بشرية مختلفة، كل يحمل وراء ظهره تربيات سلوكيات وألمام. إذن فكيف يمكن أن توحد هذه القوة النائمة، وهي قوة نائمة فعلا، وتظهر لنا في الانتخابات في الاستحقاقات في أوروبا، تمثل قوة كبيرة جدا. إذن يستدرجها هؤلاء الذين يتقدمون للرئاسة مثلا في أوانها. إذن فأنت تكلمت عن هذه هي القوة النائمة التي سوف تحاول أنت ومن معك في هذا المشروع الكوني يعني كوسموبوليت عالمي، فأنت تحاول أن تخرجهم من هذا الكمون، أو من هذه، أو كما فلسفة سينيكا، هذا الثابت بطبيعة الحال، أن تخرجهم لي يحاول أو ينبعث من جديد ويساهم ولو كما قلت 1%، ما يمثل 60,000 يكفي لكي تنطلق جد بهذا المنطلق. إذن تكلمت عن شيء وسؤال، سؤال ملتبس، أين الخلل؟ عندما نقول أين الخلل، كما قال عاهل البلاد وهو يقرر، يقول أين الناس المغرب فين مشات؟ نحن نعرف فين مشات بطبيعة الحال، سؤال استنكاري. إذن أين يكمن الخلل؟ الخلل يكمن في الفرد، يكمن في الجماعة، وينبعث من الدولة الأم، ليتحرك إلى خلل بحجم كبير جدا. إذن فقضية المهاجر كانت مشكلا بالنسبة لنا، مشكلا للدفاع عنه، وأنت لقد تكلمت عن الصديقة التي نالت شهادة كونكور، قد نالها قبلها الطاهر بن جلول قصة أخرى حضرت فيها بطبيعة الحال شخصيا. إذن فلم تجد هناك ولو تمثيلية واحدة يمكن أن نصفق لها، لم تجد هناك واحدا ليحمل علم المغرب، وهو رمزية كبيرة جدا يحملها العداؤون ويحملها، ولكن عندما يتعلق الأمر كبيرة حققتها إنسانة مغربية فرضت وجودها أمام الفرنسيين والناطقين باللغة الفرنسية بلغة مولير وحققتها. المغربي لا يعرف المستحيل، المستحيل ليس مغربيا. على الفسيقال في الإطار، كلما استسهلت صعبا نلت ألقابا عليا. المهاجر قوة كامنة، قوة نائمة، تتطلب فقط من يحركها لتعطي لك ما لم تكن تتصوره إطلاقا. إذن فوضعت أصبعك على الخلل،
المغربي كان يمثل مشكلة، مشكل ديال السفر ديالو، مشكل العناء ديالو، مشكل التمثيلية هناك. شحال هذه القنصلية كنت أستحي أن أقف أمامها، والله كنت أستحي في اليوم أن أقف أمام القنصلية وكأنها لا توجد في ليون. إذن ولكن هذا المشكل الذي عانى منه المغرب ويعانيه القنصليات الآن، تغيرت الأمور من الأشكال. وأقول لك الحقيقة، تغيرت عندما صارت المرأة هي القنصلة. ولهذا قلت دعوا المرأة بالتناوب تتولى الأمور لنراها فقط ماذا سوف تفعل، وأكيد أنها ستتجاوز الرجل. إلى أن أصبح المشكل إشكالية، بروبليماتيك. صباح السلطي كان مشكل وما حلتيش في الأوان ديالو، أما الآن أصبح إشكالية. وعندما يتحول الأمر بالإشكالية فأنى لك أن تحل هذه الإشكالية، أو على أقل تقدير أن ترده كما كان ليصبح مشكلا، لأن المشكل يمكن أن نعالجه. وهذه هي الانتقادات التي نوجهها إلى الحكومات المتعاقبة. فقلت شخصيا، والإخوة يتتبعونني، طلبتي هناك، أما طلبتي هنا فيعرفون هذا، فقلت لهم أنا أستحي والله وأخجل من نفسي عندما أجد وزيرا للجالية متحزبا من المغرب، فيكون يوم متحزب. الحزبية سهل الآن، حتى المغاربة، مغاربة العالم دخلوا الأحزاب لأنهم يعتبرون أرقاما انتخابية. ولكن لماذا قلت هذا؟ جاليتنا الآن أصبح أبناؤها من العباقرة، يحتلون مراتب عليا، سي أحضار، سي عبد الرحمن، والكثيرون الكثير يحتلون. إذن فهم أبناء هؤلاء المهاجرون الأولون، أباؤنا. فكلنا، كل عائلتنا هاجرت بطبيعة الحال. ما عندما أتكلم عن الريف كنعرف كل شيء، هولندا وبلجيكا عمره بهم. إذن ما حتى واحد فينا ما عنده كل شيء عنده العائلة. إذن فلماذا لا يكون الوزير من أبناء الجالية؟ لأن أهل مكة أدرى بشعابها. أما إحنا فاش كتجيب وزير، من حزب معين، ويأتي وزير من حزب العلم يقوم بقولة ديكارت طاب الراس كوجيتو، كيمسح وكيعاود من جديد. ولا أريد أن أدخل إلى حقائق دقيقة جدا، هي عبارة عن تسول بشكل من الأشكال لن أتكلم عنه. إذن فبالنسبة للمهاجر، من سوف يمثله أحسن؟ الذي عاش هناك وعرف عن قرب مشاكل المهاجرين، مشاكل هؤلاء الذين لسون زابغي من المغاربة، فاش كيمشيو لزابغي، كيفاش كيمشيو لزيكليز، ولا فاش كيمشيو عند ريستون دو كور كيلقاوهم ريستون دو كور، رحم الله سميتو بعده صاحب الممثل. أنا تكلمت عنها في سميتو في كتابي أبوح عذرا وأمضي. حتى أنا كنت كنمشي ريستورون دوكا، ما كانش عندي لابوس، كلوش. كلوش. إذن فبالنسبة غير هذه فقط، رمزية هذا، من يمثلني يجب أن يكون من بيتي ولو بروبليم. ما عدا هذا يا أخي لا، أنا أعرفك من وعاد كتجي تكون هي شكون هما المهاجرين وشنو هي المشاكل ديالهم وانت جاي معرف منين جاي. لا، من هناك يجب أن يكون، وأمر مباشرة. لماذا؟ ذكرني أخي العزيز، تمثيلية في البرلمان كانت السيد ممريت جكروة في معمل سيمكا مرة واحدة مشالي سميتو. الآن البرلمان ما عندكش الحق فيه إطلاقا، ورب متسائلين يتساءل ألست مغربية؟ علاش ما عنديش الحق؟ عندي الحق أن أنتخب في أوروبا وما عنديش الحق باش أنتخب في بلادي. أنا أتذكر هذا الاسم مرة واحدة كان في البرلمان، هو أمازيغي
أعتقد، لا أدري بطبيعة الحال، لا أتذكر اسمه. إذا فأن تدخل الاستحقاقات الانتخابية، الجماعات، البلديات، البرلمان، مجلس المستشاري، بالله عليك أجبني لماذا فقط، لا أريد أسأل لماذا. أنت تعترف بي على أنني مغربي، أحمل هوية أخرى ثانية، وعندنا من الوزراء من يحمل هذه الهويات، هو وزير. إذن فلماذا؟ سؤال لا يسأل، لأن الجواب عنه فضيحة، الجواب فضيحة سياسية. وأنا تعجبت عندما سمعت بالكيران عندما صرح عدم مشاركة الجالية المغربية بالخارج هو قرار سياسي. الله أكبر، شكون هذا السياسي اللي دار هذا القرار؟ شكون هذا السياسي اللي دار؟ المغاربة سواسية، المغاربة سواسية يا أخي، ومن له تجارب يحمل حضارتنا ويحمل حضارة الآخر ديال الأخوي سيفيدنا أكثر. الجالية غادي نتهنى منها إذا كان عندي برلماني مثلا يمثلها هنا، غادي أنا يسهل علي الأمور. ماشي شي واحد عاد يقرا الأبجديات ديال المهاجرين وراه شنو بوريلي وقريوه وزيد عاد باش غادي يعرف الجالية. الجالية لن تعرفها يا أخي، الذي يعرفه هو ابن الجالية، وابن الجالية عندما يأتي هنا فهو مغربي في بلده وسوف يمثل ويريحك إطلاقا، يروحك إطلاقا من هذا. إذن فقلت بالنسبة للهجرة راه تام سياسي، تام سياسي نكتبه أدبيا، نعبر عنه أدبيا. إذن فبالنسبة عندما تعد أنت في أوروبا رقما انتخابيا وله وزنه في أوروبا، راه وزنه الرئيس التالي غادي يجي سميتو باش يحقق الأغلبية، غادي يجي عندك، غادي يجي عندك أصل. ولكن ألا يحق له أن يكون رقما انتخابيا فعالا في وطنه؟ هذا ما لم أفهم، وهذا ما قدمته في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بالنسبة للجاري المغربي. تقول المشكل يتعلق بالمهاجر نفسه، لم يدافع عن حقوقه. لماذا لم يدافع عن حقوقه؟ لأنه لا يمثل كتلة كما أردتها الآن يا حبيبي. عندما تكون لوبيا وكتلة فعالة لها وزنها ينصت إليك، صحيح. ولكن عندما تتفرق شذر مضر، إذن فلا أحد ينصت لك، فلا أحد ينصت لك إطلاقا. ولهذا مشروعكم اليوم هو مشروع كبير جدا. بمشروعك سينصت إليك من وضع في آذانه وقرع شمع ودني إطلاقا، لماذا؟ تمثل قوة. إذا فيد الله مع الجماعة، ولكن عندما تعيشون فرادى كل يغني ليلاه، فكن متيقنا أن السياسيين عندنا سيرتاحون، لأنك إذا أردت أن تشتت قوما فاخلق له تيارات عدة لن يجتمعوا إطلاقا. وعمر بن الخطاب الفاروق رحمه الله، وهذا معروف بالإسلام، من جاء بالإسلام اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب ومن سلالة عمر بن عبد العزيز، قال: من خرج عن الإجماع فاقتلوه. أها، من خرج عن الإجماع فاقتلوه، لماذا؟ لأنه سيكون مثار فتنة، وفي القرآن الفتنة أشد من القتل. إذن فعليكم أن تجتمعوا، وعندما تجتمعوا تجتمعون بطبيعة الحال، مهم تشد بالأنامل باش غادي نجتمع معك، نجتمع عليك معك. شو هي فيها؟ ما أحسن نكون معك أو نكون بوحدي، اليد الواحدة لا تستطيع. أنا ذاك سينصت إلي مرغمين أو على أساس أننا نمارس الديمقراطية. وكما أشرت فالديمقراطية أصبحت مصطلحا يستعمل متى شئناه وبأي تأويل أردنا، ولما
الديمقراطية فضفاضة، حتى الديمقراطية في فرنسا ما بقاش ديمقراطية. رحم الله الحسن الثاني عندما قالت له أن سانكلير ساتشوست، سألته عن الديمقراطية في المغرب، قال لها مدام فو نافي با كومبري لا ديموكراسي دو ماراك، il s'agit de parler de la démocratie حسنيان ديالي انا. انا كنعرف يخص تعطيها غوتا غوتا غوت في ديك السياق ديالها، في ديك السياق. اذا فبالنسبه لهذا المشروع يذكرني بهذه الحرقه، بهذه الحرقه يجب ان يتحقق، يجب ان نخرج هذا المشروع من الماغما، من العافيه غادي نخرجوه، يجب ان يتحقق. سأذهب أنا أموت، ولكن هناك من يخلفني ليستمر، نثبت هناك الاستمرارية. ولهذا أعتقد على أنني عندما قلت لك أرفع لك القبعة، جو تيغ شابو مكسيكان، مش قبعة عادية. إذن لأنك غامرت في أشياء طالما رددها الكثيرون ولكن أجهدت، وتجهد من قبل من؟ من قبل بعض المراكز التي تعرفها، ومن بعض التوجهات الدينية التي ليست بالدينية إطلاقا بل هي إيديولوجية. إذن فلقد أشرت إلى هذه، لماذا لم نستثمر في الوطن بهؤلاء؟ شنو هو الاستثمار في البشري؟ ننادي الآن بتيمة بموضة الاستثمار في الموارد البشرية، الموارد البشرية التي يجب أن نعتمد عليها شبابنا، ولكن مهاجرون، مهاجرون بآبائهم وأبنائهم. هذا الاستثمار، مش كل شيء فاش غادي نقراو ليه اسمي نقراو ليه أساسا ونأتي لي لنستثمر في بلدنا بما جئنا به من الدول الأخرى، نحن لا نستثمر إطلاقا. وعندما لا تستثمر هنا لأن هناك حواجز، وأنت تعرف، أنتم تعرفون المهاجرين عندما عندهم شهر كيجي هنا ما يمكنش باش غادي يكون في بحر يكون العائلة ديالك. وعندما لا تستثمر هنا إذن فأنت تكون في إطار المنسي إطلاقا، إنسان المنسي. ولكن الإنسان الذي يقدم لنا أموالا طائلة نستثمرها في وطننا، إذن هذا المهاجر أعتقد أن حبه للوطن يفوق كل حب. أنا كنعرفوا فاش غادي نمشيو ليه، غير كنوصلوا لطنجة تقول الله في بلادي، هذه الفرحة، ماشي مرحبا بكم في بلادكم، خلينا من هذا الشيء، مرحبا بكم في بلادكم. شهر 6 و7 و8 تيقول لك خف القطين فراح منك أو بكر وصافي سبحة. لا، هذا مواطن يجب أن نستقبله ويستثمر في بلده في كل المجالات، في كل المجالات. إذن فهذا ما أردت أنت أن تحققه، وقلت عندما لم أجد هناك يدا تمتد إلي إذن فلأشتغل في هذا البلد المستقبل، أحمل هويته بطبيعة الحال، هو هوية ثانية، ولكن هنا يمكن أن أجد ما لم أجده هناك مع الأسف الشديد. ولو أن عندكم بعض الصعوبات فتح الحساب البنكي، ولكن من هنا وطالبي العزيز الذي يمثل مرصدا في حقوق الإنسان والمهاجر وجه له الخطاب وينصت إلينا المحامي الحسين بكار. إذن سي حسين بكار يكفينا الكلام عن المهاجرين للسوب سحريان، أهلا وسهلا، ولكن يجب أن نفكر في المهاجرين الحقيقيين عندنا. للسوب سحريان أعطينا لهم ما أمكن، ما أمكن، ولكن يجب أن نفكر في هؤلاء، في هؤلاء وما عندهم كل شيء. إحنا شنو هو يفوتوندغ لمام، لا يمكن تفهم نحتاج شي حاجة، صافي عاوني غير بالكتابة، عاوني غير بالدفاع الحقوقي في مجال حقوق الإنسان. وأوجه الخطاب للدكتور الشرف الآن يمثل في الأمم المتحدة، صديقي وعزيزي في اللابوراتوار، والذي يمثل الهجرة في الأمم المتحدة، وكنت سأعطيك عنوانه وهاتفه
لتتصل به بطبيعة الحال، وسأوصل إليه هذا التسجيل بطبيعة الحال. إذن ف20 مليار من العملة تصل إلى المغرب، 20 مليار، 20 مليار. وفي كوفيد، كوفيد يوم كنا نعيش سكونا سينيكيا، فيلسوف سينيكا، جمود إطلاقا، ولكن كنا ننتظر على أن المغاربة لن يدخلوا، ولكن دخلوا بقوة وجاءوا ب20 مليار من العملة ويزيد ويزيد. البنك الشعبي غادي يعرف هذا الشيء، أن كل شيء يمشي البنك الشعبي. إذن والأفكار التي قدمتها، شوف نحن نبيع الأفكار، إنسان يبيع الأفكار، فاش يقول غادي نستمرها ليا نبيع الأفكار. نعم، مع أصدقائنا اليهود المغاربة، أصدقائنا اليهود المغاربة. إذن فبالنسبة، ولكن اليهودي المغربي وغير المغربي يشدون على الأفكار التي تعطيهم ويتبنونها، والدليل أن عندهم هناك بطبيعة الحال مقاطعات خاصة بهم، تريزيام سميتو تريزيام لو تريزيام باري ديال لي شينوا، وكان ديال اليهود، كاين حنا خلاص متفرقين بطبيعة الحال، ما متفرقين في ليزاشاليم اتور اترافار بحال كيمشي لي مانغيت فون فلان في اليوم. إذن وتكلمت عن الهوية، الهوية أخاف أن تصبح على كف يد عفريت، بل أراها على كف يد عفريت. عندما تضيع منا الهوية، إذن فهي صلاة الجنازة على قبر منسي، أو الترحم على قبر منسي. إذا ضاعت منا الهوية ضاع منا كل شيء، ومن الصعب، من الصعب، من الصعب جدا. إذن أقدم التحية هنا للدكتور يحيى، لهناك في سينيراس، هو طاقنا كيتصنتنا هو في سينيراس بركان، وما أدراك ما. أقدم له التحية وقلت يجب أن تلتحق بنا يا حبيبي، وأنت من هؤلاء. إذن في سينيراس سأمدكم بهذا العنوان ديالو، إنسان رائع جدا. إذن حتى على مستوى الاقتصاد، عندما تقدم هذه الأفكار الاقتصادية، وأعتقد أنهم ليسوا محتاجين له، ولكن هم يأخذون هذه الفكرة، هذه الفكرة. فهذا بنك المعلومات، هذا بنك المعلومات يجب أن يكون لنا نحن أولا. إلا شط علينا نعطيه لكم. المغربي كريم، المغربي جابر عطرات الكرام، فين ما واحد وقف به الحبل غادي يعاون. ولكن هذه الأفكار كلها التي كان يجب أن تستغل في مغاربة العالم، أقول العالم بطبيعة الحال، فأنتم تستطيعون الآن أن تحققوا شركات هناك لأبنائكم. دابا الفقد يقول ما محتاج أنا ولدي، بغادي قلت ندير له شركات هنايا وندير له كل شيء ونفتح له الأبناء ونفتح له سميتو، شكون غادي يدير؟ غدا بعد غدا لن أبحث عن هذا الإبن، لأنه غادي يكون تولف ليه وصافي، ما حتى الوطن مشالو أصلا لنا. وهذا ما نخافه بطبيعته، نحن مع عجيز ما زال يضع رجلا هنا ورجلا هناك، ويحسن تربية أبنائه باش كيجيو في العطال. وهذا ما هي نوع من النوستالجيا ونوع من التشارك مع المغربي. ومحمد، محمد الراعي، الراعي، وكيف كيف أصبح يحقق أرقاما قياسيا في المشاهدة عندما استقبل سائحتين. المغربي هو هذا، المغربي كتكبر فيه، ولكن تقول بالمقابل ماذا تعطيني يا أخي؟ وبالمقابل لا أطلب منك شيئا، أطلب منك بحال تكون بحال المغاربة الآخرين فقط. إذا أن تكون بحال المغاربة الآخرين لا تطلب شيئا، هذا حق، والحق ينتزع ولا يعطى، وما بغيتش ننتزعو منك، ولكن سي نوره غادي يديوني، غادي يديوني، غادي ننساك اطلاقا، وفي القلب شيء من حده. اذا فمشروعكم عزيزي هو مشروع
مستقبلي كبير جدا. أبناؤكم عندما تحققوا هذه الأشياء كل متيقن معهم ينسوا بلدهم، والله لا نسوا بلدهم، لأن النوستالجيا أنا عشتها تما، ولو كنت كبير كنت كنحضر الدكتوراه ما مشيتش صغير، ولكن نوستالجيا البلاد جوبي عليها بلاد، عرفتي باش نشوف جداتي جدي وكذا والعائله ونشوف الطبيعه اللي خلق الله بهذا المغرب اللي قال لي اليهودي الذي كنت اشتغل معه وما كنت سافي توي فو نافي غيان مي اون بوكو تشوز، عندنا جوج البحوره، عندنا الفوسفات، عندنا اللي بغيتي، عندنا مشكل تدبيروها مشكل عربي اسلامي ديال الدول العالم الثالث بطبيعه الحال مع الاسف الشديد. إذن فبالنسبة لي أنا سميتو لو كان بودي أن نتكلم عن المغتربين وعن الدعم التعليمي، الدعم التعليمي راشت التعليم في المساجد، والله في المساجد في إيطاليا في جنوب إيطاليا وفي خطير جدا. ماذا سوف يتطلب منك إطلاقا؟ التأهيل الديني، باش ما نخلقوش هاد هاد التيارات اللي كتخلقنا اللي هي كتدخل في الإرهاب. وسعيد الآن الطالب الدكتور سعيد يشتغل عن صناعة الإرهاب من خلال خطب بوش الابن، والآن بطبيعة الحال مقاربة سوسيولوجيا. إذن هؤلاء الذين يخلقون الإرهاب، ولكن لو أهلناهم دينيا، ولكن دينيا وسطيا، لا إفراط ولا تفريط عندنا، لا إفراط، خير الأمور أوسطها. إذن هؤلاء يجب أن تقدمها الدولة. أتساءل أي تعليم هو؟ ولو أن تعليمنا أفلس منذ مدة. والإشكاليات السياسية يجب أن نتطرق إليها. هذا المهاجر يعاني من هذه الإشكاليات السياسية. هذه الأحزاب، جميل جدا نقرا دستورنا نوار سور بلون في كل شيء، ولكن التنزيل فين كاين؟ كاينش التنزيل. شنو هو صعيب التنزيل كاع؟ عندكم ثلاثه ديال الابناء ديال في الهجره اطلاقا، وفين المشكل ديال النزلو كاع؟ عندما تنزل قرارا ولا يمر حتى من البرلمان ولا يخالف الدستور كتنزلو، بحال يجب ان تنزله، لان هذه طاقه كبيرة جدا للمغرب. هل تعتقد أن مغربيا كائنا من كان غادي يدوز بلاده مع هذه الحروب المجانية التي نعيشها مع الجيران؟ أبدا، ما مو غادي يدور. أنا عرفت المغاربة تما ما تمثلوش بلاده إطلاقا، ما تمثلوش بلاده، يكونوا أكثر مغربية من المغاربة، ويجب أن تعيش معهم بطبيعة الحال لتدرك هذا الهم وهذا الحب للوطن. فاش كتفرق تقرب العطله كل شيء كيحلم فوقاش غادي نركبوا في السيارات ديالنا وغادي نمشيو. هذا عشته انا بطبيعه الحال، عشته انا. اذا فعندما اتكلم عن هذه هي الاشياء التي تطلب منا وقتا كبيرا واخذت منك وقتا كبيرا بطبيعه الحال اسمح لي، اذا فبالنسبه لي هي اشياء تافهه خصنا والو، الانيشيتيف المبادره فقط. اما الاخرين في المسلحين عندهم هما اللي كيعطيو لنا الفلوس، عندهم كلش، ولكن المسائل العاديه جدا خليها تمثيليه برلمانيه، خليه في المجالس البلديه، راه عنده تجربه مليحه في المجالس البلديه الاخرى بالديمقراطيه باش يسير معنا هنايا. اذا سياتيك بالجديد، ديك الجديد كل شيء عندنا مستنسخ من فرنسا، هو غادي يجي بالضبط سيشتغل في هذا، والوطن سوف يستفيد، والمغرب وهذا المهاجر المغربي في العالم سوف يستأنس رشدا. أنا فعلا مغربي، أنا فعلا يفكر في المغربي، بدليل أنني يستدعيني الانتخابات ويستدعيني الكوش المشاركة سواسية سواسية، لا فرق بيننا إطلاقا. إذن هذه هي الأسئلة المؤرخة المؤرقة جدا، والتي كتبت فيها الكثير. أتمنى أن تصلكم كتب هذه بطبيعة الحال، وهي عندكم تم لا سيما المتعلقة بالهجرة، المتعلقة
بالهجرة فهي كثيرة جدا، ولكن هي طابعها طابع سياسي مرة جارح، مرة جارح، لأننا يجب أن ننتقد أنفسنا أترافير لا كريتيك أون سو ديكوفر، من خلال النقد نكتشف أنفسنا. أنا ما كنعرفش عبد السلام الفيزازي إلا من الآخر لطفي، أكتشف نفسي شكون هو، واش على صواب ولا خطا، شنو خص لي لي روتوش، شنو خص، هذا هو. إذا نحن يجب أن ننتقد دولتنا انتقادا إيجابيا ماشي سلبيا، وعندما تدفعني إلى السلبية تضيع أنت وأضيع أنا، والرابح من يمكر ويمكر ويمكر الله، وغير الله خير ماكرين. شكرا حبيبي. شكرا دكتور عبد السلام الفيزازي، دائما متعة لا نظير لها الاستماع إلى هذه المداخلات. فعلا المهاجر المغربي اليوم يكاد يفقد الهوية، لأن بمجرد فرحته للدخول إلى الوطن خلال العطلة تكون لها صدمة مناقضة عند خروجه من ذلك الوطن، فتلك الصدمة لا مثيل لها، والمسؤولين عندنا لا يعيرون أي اهتمام للوقع النفسي على أطفالنا، ليس علينا نحن، فنحن خبرناهم وخبرنا أساليبهم، لكن أطفالنا لا يستوعبون كيف يرى نفسه داخلا. الكل يبتسم، قنينة ماء، بائع هواتف، بائع شرائح، الكل ينتظر، الكل يسهل المأمورية، يسهل المرور، وعند الخروج لا أحد هناك، يتم تكديسهم تحت الشمس. وللأسف ليس هناك، لما تنظر إلى محطات الإركاب مثلا في طنجة المتوسط أو طنجة المدينة، يتأسف المرء للمساحات الشاسعة من الأراضي الفارغة التي كان من الممكن إقامة مطاعم راقية عليها، ملاعب لإلهاء الأطفال، أماكن للاستراحة الحقيقية، علما أننا ندفع، لم تكن هناك مشاريع، يعني صدقة، لا نطلب شيئا، إنما إقامة تلك المشاريع التي ستدير دخلا على الوطن، وستوظف أيادي عاملة مغربية، وتسدي خدمة، تزرع ذلك الحب وذلك الأمل في نفوس أطفالنا لتحبيبهم أكثر وربطهم بوطنهم، فهي منعدمة، وكأنهم يقولون لا نريد منكم أن تحسوا بأنفسكم مغاربة، وهذا أمر خطير. إذا كانت الأمور بهذه يعني بهذه الحذارة وبهذه النذالة، فكيف يمكننا أن نتكلم عن الفصل 17 من الدستور الذي يعطي للمواطن المغربي حق التصويت حيث يقيم وحق الترشح حيث يقيم، ليلتحق بالمؤسسات ويقر له بحقوقه في المساهمة في المؤسسات الدستورية ليس في البرلمان فقط، وبالتالي يحرم منها حرمانا، ويأتي إنسان كبن كيران ويقول هذا قرار سياسي؟ أقول لبن كيران ولأمثال بن كيران من السالفين والحاضرين، القرار السياسي يكون للسياسي، لما يكون السياسي يعلم العلوم السياسية، الناس العلوم السياسية هي التي تبتكر الأفكار لتدبير الأمر إلى الأحسن بالمتوفر في إطار حب الوطن. أما السياسي عندنا فهو انتهازي، إنسان لا يحمل في ثناياه أي حب للوطن، بل حبه لنفسه، لبطنه، ولجيبه، ولآله فقط. من الناحية الثانية أقول له ذلك السياسي هو كائن مكون، ومن مكونات المجتمع المغربي، والمغرب أرضا وخيرات هو للمغاربة أجمعين، فمن أعطاك الحق للحديث عن قرار سياسي؟ فمن أعطاك الحق؟ لا أنت ولا غيرك، من أعطاكم الحق؟ حذاري، حذاري من الجهل. كنت دائما أحذر من هذا الأمر، أقول هناك إرادة خفية لجعل المغاربة كقطيع غير واعي، أمي جاهل،
للاستفراد بالامتيازات والكراسي والثروات وما إلى ذلك. لكن هذا على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي. هذا يضرب التطور ويضرب التنمية المستدامة في المغرب، وبالتالي يدفعنا إلى الاقتراض الدولي. ونحن نعرف عصابات البنك الدولي وعصابات صندوق النقد الدولي، فهي عصابات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لا ترحم. فكل سنة نستدين، كل سنة يأتون بفروضهم من الجرعات التقشفية التي تدفع بذلك المواطن إلى الحضيض الأسفل، إلى الفقر المدقع. لكن لما سيصل الأمر إلى عدم القدرة على القوت أو تحصيل القوت اليومي، فستكون هناك أمور لا تحمد عقباها. وأنبه المسؤولين أنه في ذلك اليوم سيكتشفون أن ذلك الجهل الذي صنعوه بأيديهم هو سلاح ذو حدين، لأنهم يعني سيكونوا أمام شعب متذمر غير واعي، جاهل، لا يمكن التفاوض معه، وبالتالي ندفع بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباها. هذه المنطلقات ننطلق معهم. كان بالإمكان أن نجلب الكفاءات المغربية بالخارج، أن نقوم بشراكات مع مواطنين بالداخل، أن نبني صرح البنية التحتية العلمية الناقصة المهترئة، لأننا اليوم مرتهنين للغرب بكل ما في الكلمة من معنى. لقد سقطنا فيما كان ينبه منه أستاذنا الكبير رحمه الله المدير المجرد، لقد سقطنا سقطة يعلم الله إن كنا سنقوم بعدها أم لا، لأننا وقعنا في كماشة الغرب. كيف يعقل لدينا وزراء يمكثون لعقد وعقد ونصف في الوزارة ولا يعطون نتيجة؟ نقرأ ونحن صغار أن المغرب بلد فلاحي بامتياز، وإلى يومنا هذا ليس لنا حتى الاكتفاء الذاتي الغذائي، وهذه أكبر الكوارث بالنظر إلى الملايير التي تصرف. هي تصرف، لكن فيما سؤال مطروح برسم العلم الحديث أو الذكاء الخارق. التعليم، لما نرى المليارات التي تصرف، وفي كل مرة تأتي حكومة ويقول لقد فشل النموذج التعليمي، قلنا لهم ليس هناك فشل للنموذج التعليمي، هناك إرادة أن لا ينجح التعليم في المغرب. هذا بالمطلق، أن لو كان كيف المشكل هو كيف نطرح منظومة تعليمية حقيقية تنهض بالمدارس المغربية، فنحن متطوعون، نأتي إليكم نطرح القانون التعليمي، البرامج التعليمية، التخصصات التي يمكن أن تفضي بنا إلى بر الأمان بدون مقابل، ما عليكم إلا تنفيذ وبأرخص الأثمان حتى من ناحية التنفيذ. لكن هي مؤسسات اليوم للأسف الشديد يا دكتور تتم سرقة مؤسسات على أكملها وتعطى للخواص. ومن هم الخواص؟ هم السياسيون والمسؤولون وذويهم وزبانيتهم، فيقتسمونها وتصبح مؤسسات خاصة ينهبون بها جيوب المواطنين. كيف تريد لهذا المواطن أن يعي بالشأن السياسي؟ كيف تريد له أن يفكر وهو بين المطرقة والسندان؟ ثمن التعليم للأولاد، الأداء، الدفاتر، التأمين، الصحة، حدث ولا حرج، تذهب للخوصصة ذهابا، يبيعون المستشفيات، ولدينا تقارير وتكلمت في هذه القناة بحجج، يبيعون المستشفيات للغرباء ولصندوق التقاعد، ويقولون ستكون هناك تغطية صحية. نحن نبكي على ذلك الوطن، لكن لا حول ولا قوة إلا أنت، إني كنت من الظالمين. لهذا قررت أن نبني أنفسنا حيث نقيم،
أولا نوحد صفوفنا حيث نقيم، ثانيا نخلق الشركات على مستوى الأفراد، شركات صغيرة لاستيعاب اليد العاملة، لإعطاء لإخراج المواطن المغاربة من الصفوف والطوابير في لي ريستورون دو كور، في لي زالوكاسيون فاميليال، هذه المشاهد المخززة التي من خلالها يحكم علينا ذلك الأجنبي الذي يمر علينا وهو ذاهب إلى عمله، من هنا يحكم علينا بأننا يعني فيروسات فقط لا أكثر. فأولا نبني أنفسنا، وهناك من المغاربة الذين يتصلون بي، الذين أنعم عليهم الله بمشاريع قوية، الذين هم مستعدين أرجوك، الذين هم مستعدين للمساهمة بقوة لإنشاء شركات استثمار جانبية بقوة كبيرة، لأن الفائدة كلها ستعود على أبنائنا، لتعليم مهم، للمسايرة للحصول على الشواهد العليا، لإنشاء وتوحيد اليد العاملة ذات الكفاءة في المجالات المترتبة، وكذلك لما يحصلوا أبناؤنا على الشهادات حتى لا يدقوا أبواب المحاميين بالنسبة لمن يتخرج كمحامي ويقضي 10 سنوات من حياته يقوم بالعمل الكامل لمحامي يربح على ظهره. سنفتح لهم المكاتب، سنأتي بمحامين ذوي خبرة من بين إخواننا لإسنادهم، ونأتي بزبائن من بين مغاربة العالم، وكذلك بالنسبة للأطباء وبالنسبة للمحاسبين وبالنسبة لباقي الكفاءات، نجعل ذلك الجسر بين مغاربة العالم في كل بقاع العالم. تكلمت في البداية وقلت ألا ننسى مغاربة إفريقيا ومغاربة الخليج، لقد تكلمت عن هذا الأمر، لقد هاتفوني وطرحوا السؤال، قلت لهم جواب بسيط، لما أتكلم عن مغاربة العالم فيكفي أنك تكون خارج الوطن، لا يهمني حيث تقيم، فأنت من مغاربة العالم حتى لا يكون هناك استثناء. فالذي في إفريقيا وفي الأدغال، والذي في الأمازون، والذي في أمريكا اللاتينية، في كندا، في اليابان، في فكلنا مغاربة العالم. إذا توحدنا فسوف يكون لنا شأن ستتكلم عليه الركبان والأجيال. إذا ظهر وأننا فعلا مختومين بالغشاوة وبالأنانية وبالانتقادات الفارغة وبذلك الموروط المشؤوم الذي زرعوه فينا، فسيكون على الأقل قد أدينا الرسالة ولم نخفي وحاولنا، ويبقى الكلام للأجيال القادمة. هناك من الاهتراءات وهناك من الأمور التي تشوب المنظومة السياسية في المغرب لدرجة نحس بالخطر على ذلك الوطن. تكلمت عن الحرب، حرب الجيران، هي حرب مفروضة سواء على الجار أو على المغرب، لأنها تدخل في إطار جيوستراتيجية دولية مقيتة، لأن هناك حسابات في الخارطة الدولية لن يسلم منها المغرب، ولن تسلم منها الجزائر، ولن يسلم منها العرب، إن الحرب الطاحنة القادمة ستكون على أرض العرب، لأنهم تهاونوا، لأنهم أضاعوا أكثر من 70 سنة التي لم تكن ذهبية بل كانت من الألماز، كان ثمنها غالي جدا، تم استثمارها عند الشعوب لبناء البنية التحتية العلمية، التكنولوجيا، الاكتفاء الذاتي، للخروج لرسم أسماء بلدانهم وسط الأمم. أهالينا في الدول العربية جاهدوا للبقاء في الكراسي، جاهدوا للاستئثار بالحكم، جاهدوا لجعل شرايينهم تجري دماؤها داخل أخشاب الكراسي والمكاتب، حاربوا العلم والعلماء للبقاء، دفعوا الإتاوات للغرب لحمايتهم، والغرب خلق لنا تلك الجمعيات الدولية لحقوق الإنسان التي ما هي إلا عناوين تشتغل
متى كانت هناك مصلحة من المصالح، وهذا يظهر للعيان إلا للمطبلين. فوصلنا إلى هوة ساحقة بيننا وبين الغرب، إلى هوة لا أدري كيف يمكن تداركها، لا من الناحية الطبية ولا من الناحية العلمية ولا من ناحية الابتكار ولا من ناحية الصناعة. فاليوم يقول بعض الناس نحن دولة، كما قال وزير خارجيتنا البطل، مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. مغرب اليوم أكفس من مغرب الأمس. مغرب اليوم بينه وبين الدول الغنية هو علمية قوية تمنعك من القرار السيادي، تجعلك تأتمر بالتحكم عن بعد وتنفذ، وإن لم تنفذ يأتيك الأمر بالانقلاع عن كرسيك. وهذه حقائق للأسف. كان بودنا أن يفهم المسؤول المغربي أن مغاربة العالم يمكن أن يكونوا فعلا قوة ضاربة، لوبي خارق يدافع عن مصالحه خارج الوطن، يبني الثروة ويدافع عن قضايا وطنه في المحافل الدولية، ويكون له حساب. إن الحسابات كلها في الدول الغربية حسابات سياسية وحسابات أرقام. حيث يتواجد المغاربة فهم كثر، فعند الانتخابات لو يكونوا موحدين فرقم واحد، ممثل واحد يكلم السياسي والسياسي ينصاع، لأن الرقم يمكنه أن يغير النتيجة من جهة إلى جهة، وبالتالي نقايد نفاوض ونفرض الأمور فرضا. وللأسف اليوم لسنا في حسابات السياسيين، في القوانين التي تنتج، في المسارات، حتى في المدارس الابتدائية لا يمكننا حتى فرض وجبات حلال لأبنائنا كما يفرض اليهود كذلك تلك الأمور، وقد تجاوزوها منذ مدة ونالوا حق خلق مدارس خاصة بهم ذات قيمة عالية في التعليم. هذه كلها من الأمور التي نفكر فيها، هذه كلها من القضايا التي تؤرقنا. ونتمنى من المواطن المغاربة خارج المغرب أن يكون لهم الوعي والحس الدقيق بهذه القضية، لأن الهوة بين الوطن وبين الباقي لا يمكن تداركها. ومن باب العقلانية أن هذه القوة الخارجية، القوة المغربية في الخارج لو توحدت ستكون رافعة من الروافع لردم الهوة، من الناحية العلمية، من الناحية الثقافية، من الناحية الديمقراطية، من ناحية الثروة، من ناحية مساعدة الوطن من الداخل. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت، وأترك لك الكلمة سيدي الفاضل. ماذا عساني أن أضيف؟ كأنني بك بطبيعة الحال من الجهابذة السياسيين الذين شرحوا الواقع تشريحا، وأنت تتكلم عن التعليم والتعليم وما أدراك ما التعليم، أمة بلا تعليم ولا صحة ولا عدل لا يمكن أن تسمى أمة ولا وطن. تذكرني بما قاله رحمه الله أستاذنا الجليل سي محمد عبد الجابري، 66 67 أعطى لنا إصلاحا للتعليم. لو قرأناه وتدبرناه لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. وهكذا السياسيون المرموقين بطبيعة الحال سرعان ما يهجرون الأحزاب ليتزوجوا مكتباتهم وأقلامهم وكتاباتهم. والعروي والمرحوم المهدي النجرى المستقبلي الذي لا أريد أن أتكلم عنه، وإلا فإن هناك ثمة واقف في عنقي يقول لي اخرج كي أتنفس، لقد قمت بهذا المسح الذي أتمنى
للمغاربة ولمتتبعينا بطبيعة الحال أن يعلموا من خلال مداخلتك هذه كيف هو المهاجر المغربي في إطاره العالمي. ها أنتم سمعتم، تدبرتم، استوعبتم، وحللتم، واستحضرتم كل ما قلته أخي. علتنا فيما قلته أنت. فلو، وما أدراك ما لو، فعلنا ما قلت وشاركنا مغاربتنا بطبيعة الحال. ولا واش كيعتقدوا باللي مغاربة العالم هو حي بلو يقضى عاش مع الحيوانات؟ إنسان عاش حضارتين وعاش حضارات متقاطعة وأخذ من كل هذه الحضارات أشياء كثيرة، وهو يتمنى يا ليت. فعندما تقفون في الصفوف والطابورات هكذا بنظام وانتظار وتأتون إلى هنا ولا احترام حتى في الصفوف، تذكرني، والشيء بالشيء يذكر، سنة 67 نعم سنة 67 جاء اللوبي اليهودي إلى جولدا ماير، وجولدا ماير كانت بحضرتي مشيدة، فقالوا لها أتيناك بالملايير فقط فرجينا في الهرب، قلنا دكيهم دكا. اسمع جيدا يا أخي، الإنسان الذين ينظرون وهم وأنتم لا تقلون عنهم تنظيرا هالملاير، ولكن بغينا العرب دك دك ديهم. فماذا كان جوابها؟ خذوا الملاير ديالكم، عندي ما ندير بها. الملاير ديالكم أنا نجيبها أمريكا بالسيف عليها. تتكلموا عن اللوبي اليهودي اللي كيهز لك رئيس وطيح لك رئيس. هذا الملاير سلاح وداكشي نجيبهم أمريكان. ولكن أوصيكم بشيء واحد. اسمع لي خويا مزيان عافاك وليسمعني مغاربة العالم وحتى إخوتي في المغرب بطبيعة الحال حيث نقيم نحن، ونحن كلنا مغاربة في آخر المطاف، وهمومنا واحدة مشتركة، بقصة ديالنا وحدة، سعادة ديالنا وحدة، ولكن تشدت وانفطرت. قالت لهم أريد منكم أن يكون الإعلام العالمي في يدكم، شدوني غير الإعلام لكي يسموها السلطة الرابعة، هي السلطة رقم واحد مش السلطة الرابعة، بالإعلام كتطيح وكتهز جميع المنابر والأقمار الاصطناعية والقنوات، كنوا انتوما ديالكم. والآن أسألك، أعطيني قناة واحدة في فرنسا ماشي بي جي دي ديالها لليهود. الإعلام، عندي صديقي حكيم والآن يتابعني في الإسلاموفوبيا شار إبدو، وكحد معي الدكتورة في الإطار. إذن فبالنسبة لهذا الإعلام هو الذي يوجه كل شيء. عندما تمتلك إعلاما صحيحا امتلكت كل شيء. ما تعطيونيش الفلوس بالمنابر، شريوهم كل شيء، للتلفزيون شريوهم كل شيء، بالإعلام سنمتلك كل شيء، أما لوتيغا خليوه لي أنا، عارفني نجيب الفلوس. إذن هؤلاء الذين يفكرون هكذا، عندنا الذين يفكرون لهم، والدليل أنك منحت لليهود هذه القوة، الهوية والاقتصاد، وهذه أفكار كبيرة جدا حتى يمكن أن تقوم وأن تصنع مجتمعا أو هيئة صحيحة بطبيعة الحال. إذن
فهكلي زاكس التي يجب أن تعتمد عليها. إذن فمغاربة العالم راه من السهل اليسير باش تكون عندهم قناة صحيحة، ماشي قناة فرانس 24 كدير لي الحد ديال المغرب لتحت وكتحيد لي الصحراء. باستطاعتكم أنتم وبشجاعة بلادكم تديروا قناة قدها قداش، ولماذا الدولة ما تساعدكمش؟ وأنتم لستم لمساعدة، أنتم فقط تقول أعطينا لو فو فير ونحس باللي معاكم فسوف نصنع العجائب، سوف نصنع العجائب. إذا هذا الإنسان المغربي عبقري بالفطرة، عبقري بالفطرة، سبحان الله. لست أدري هل الجغرافيا هي التي تتحكم وتضفي عليه هذه الأشياء أم الحليب الذي يرضعه من ثدي أمه أم أشياء، فالإنسان المغربي أعطيه لي موان دو بوغ دو ريان دي تو يصنع لك ما عرفش. فلانسا هنايا صنعوا طوموبيله بإلكتريك، فلانسا دي زانجيريو وهلم جرى. إذا فبالنسبة لطلبتنا وهم أبناؤكم ولعلمائنا، هدرتم مع السي المساوي ما شاء الله في التخصصات التي يمتلك، هذا ولد بلادي ما شاء الله في التخصصات، ولكن هل نبحث عن هؤلاء؟ واش في ميريكان كنا كنعرفوا هذا العالم ديالنا إطلاقا؟ واش في ماليزيا وداك الشيء هذا العالم ديالنا متونات؟ دابا دخل الحمد لله باش غادي يصنعنا الطور قد قداش في لي باتري. هؤلاء ابناء المغرب باش كتهضر معاه مازال عنده لاكسون الجبليه، يعني مرتبط بهويته ومرتبط بدولته وبوطنه، ابناء الفقراء ولكن صنعوا المعجزات. هؤلاء يجب ان نفتخر بهم ونفتخر بعلمائنا، عندنا العلماء من يعطيه الحرية الابتكار مش المراقبة، ما ترقبش ديك الرقابة البهالية. العالم ما عنده ما عندك مين تشدو العالم، هو راه خليه في اللابوراتوار ديالو، خليه كيكتب الكتابة ديالو، ما غادي يضرك حتى بحاجة. ولكن ها هو الصورة ديالك الانعكاسية، الصورة التي تعكس حقيقتك بالنظرية اللوكاتشيه الانعكاسيه. اذا فاش كنعطيو للمغرب هذه المبادره، روح المبادره، تقول له فازي راني معاك، شنو بغيتي تخلق؟ غير هو يحس بانه مراه قوه كتمنحو كل شيء في بلد غربي بطبيعه الحال، غادي يوري لهم شنو هو المغرب الحقيقي. المغرب الحقيقي بابنائه خارج الوطن، نحن هنا قوه نخترق ونصنع ونبدع. طبيعة الحال كنشكرهم لأنهم يستقبلوننا هكذا، ولكن الشكر شنو هو؟ شكون اللي بنى لهم لافراستركتور من غير الآباء ديالنا والأجداد ديالنا في الستينيات؟ إوا دابا فلما قضى زيد منها وتراها كتجري عليا، نسيتي كل شيء. القبور ديال الناس اللي دافعوا مع فرنسا هو تما، شوف القبور ديال المغاربة تما كيفاش دايرين، شوف القبور ديالنا في مصر، شوف القبور في سيناء. إذا هذا المغربي فين ما حطيتيه إذا فهو ولود، هو مبدع ويخلق من لا شيء أشياء كثيرة، ولكن يجب أن يطمئن نفسه، أن تطمئن نفسه، ويجب أن يرى ذات اليمين وذات الشمال ليجد من يدعمه. فازي احنا مراك، ولو غير معنويا، اذا ما عندكش الماده غير معنويا، ولو ان الماده عند لي ملياردير هنايا غير كتشتت، ولكن يفو انفيستير في العقل البشري، والعقل البشري هو اللي كيعطيك ماشي المال اللي كيعطيك، لا، هذا العقل البشري هو اللي كيجيب لك المال. اذا فانتم عندما عزمتم على خلق شركات انطلاق من شركات صغيره، وين الاكتفاء الذاتي ديالنا، وحنا الاكسبونسيون كاينه كتكبر مع المده،
فقط يجب أن تكون الثقة فيما بينكم مغاربة العالم. الذي أخشاه هو هاد الفيروسات اللي غادي تدخل دائما وتبغي دير لك العصا في الرويضة. كاينين موجودين وهما أصناف، هما أصناف بطبيعة الحال لا يهمها إلا ما تأكل وتشرب وتذهب إلى بيت النظافة، ولكن إذا عزمتم فتوكلوا على الله بهؤلاء العقول النيرة المغربية التي سوف تحمل هذا المشعل، وعندما تحمل معكم المشعل وتحقق هذا الحلم الذي كان مجرد أضغاث أحلام، ديك الساعة صافي الله يرحم الوالدين علي ونتخافي فواحد القنت آخر ونقلبوا أشياء أخرى. المغاربة وخي تنيرفا وخي زعفراش الحلقة، ولكن الهوية ديالو ما تتنساش. تقول لك أنا ولكن في العمق الهوية ضاربة في الأعماق، أعماق أعماق ديالنا. يجب أن لا نخاف من مغاربة العالم، إن مغاربة العالم يحبون وطنهم أقولها أكثر منا. إن جربت الغربة، عرفتي شنو هي الغربة؟ كتبكي فيها بوحدك، وعندما لا تسعفك الدموع نكتب الكثير على النوستالجيا للوطن وقالوا ما جرى، ونحن نملك كل شيء. إذن فنملك كذلك هذه الثروة البشرية التي أعطت لأبنائكم الذين ما شاء الله ما غاديش يوقفوا حتى شي واحد الآن، ما يملكون من العلم ما لا يملك الإنسان المصري. شنو هو المصري؟ شنو هو الفرنسي؟ نقل تما كيش عطيهم دي بورس قدوم قداش باش يدير طوازيام سيكل، هو تيقول لك باك بلس دو صافي محسوب عنده. شكون اللي كتلقى في لي لابو؟ الافارقه وحنايا تما، ولكن هم باك بلس دو باش ندير. حنا لا كنبحثوا، كم من باحث بقي هناك يشتغل ب 80% زهيد، لان ما عندوش ذاك القوه ديال الفرنسي بين قوسين مثلا. حتى في العايبيه جا قلبوا لي على لي فرونسي تما ما غاديش تقاوم، كلشي دا افارقه. اذا في مسجد، اذا فبالنسبه لهذه الخطوه التي قمتم بها، ولا اسميها خطوه بل ابداع، اردتم ان تخرجوه من العدم الى الوجود. انا فقط كنتمنى لكي يسمعنا، وكنتمنى هذه الرسائل من خلال هذه الرساله لإخوتي في من مغاربة العالم أن يتوحدوا. ففي الوحدة انتصار، ففي الوحدة نخلق المعجزات. وعفاكم حتى لي ما قدرش يدير الوحدة ما يديرش العصا في الرويضة، لأن هذه الفكرة كان حاولوا شي بعض المرات، ولكن كانوا انتهازيين. حتى الانتهازيين فاش ولاو مع الاحزاب دخلوا للمغرب، ما قدمش انتهازيه له، دخلوا للمغرب عطاو مان بوست هذا الشعلم كيقلب. ان باش تكون حر قح تاع صاحب موقف افيك لا بريز دو بوزيسيون سوليد، اسم من السال تكون تربيتي عليها، هي تربيه. وانا اشم من خلال مداخلتكم ومن خلال اسلوبكم بطبيعه الحال الذي يمتح من صبر أيوبي بطبيعة الحال، وهو يتمنى أن تحقق هذه الأحلام لعالمة المغرب كبديل. نعم أقول كبديل، فاش ما كنلقاش كنخلق البديل ديالي بحال طارق بلوزية. فاش وصل له قال له العدو وراءنا والبحر أمامنا، طب صافي ما عندكم أدير، سير شق طريقك، وإذا عزمت فتوكل على الله. شكرا. شكرا دكتور عبد السلام الفيزازي. هي في الحقيقة لا رجوع عن القرار ولا شيء، سوف يضرب العزيمة. أن يوم اتخذت هذا القرار وشاركت إخواني المغاربة في الخارج هذه الفكرة، كان القرار قطعي لا رجعة فيه. الآن مررنا إلى المرحلة الثانية من
المشاكل والعقبات في النظام البنكي، لكن بفضل تضافر الجهود فهمنا ما هو المشكل وسوف نتعاطى معه بطريقة إدارية قانونية ابتداء من يوم الاثنين إن شاء الله، مهما كلف الأمر ومهما تطلب من وقت ومهما كان من جهد فلن نتراجع، لأن ليس لنا أي مخرج آخر، ليس لنا أي طريق ثالث، ما عندناش بلون بي، ما كاينش بلون بي، ولو نبغيو نصنعوه ما كاينش. يا إما نجحوا في هذا المشروع يا إما غادي نضيعوا في الهوية ديالنا وفي ولادنا وفي كل شيء، وهذه مسألة اللي ما غاديش نتقبلها. من غير المشاكل الإدارية والبنكية اللي كنواجهوها بواحد القوة وكنواجهوها بواحد الطريقة، راه تلقاو بعض الانتقادات من إخواننا اللي كيجيو في حلقة بحال هكذا وتيديروا تعاليق، راه كنلقاو بعض الأمور اللي لو يتعامل معها الإنسان بعاطفة غادي ينجح الإحباط، لكن هيهات. فكل ما تتكون شي حاجة تدفع للإحباط فالمحبط لا يعلم أنه تزيدنا قوة، تزيدنا عزما، وتزيدنا إصرارا. فإن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نستمر في هذا الطريق هذا، إن شاء الله الرحمن الرحيم ابتداء من الأسبوع المجي غادي ندخلوا في الطريق الصحيح بمساعدة، حتى ولا كان غادي نطلبوا المساعدة ديال المحاميين، لأن من حقنا نحلوا هذا الحساب هذا. هذه أمور اللي كنا نجاهدوا عليها، كانوا البنوك ما كيعطيوناش وثيقة الرفض. البنك الفرنسي اكتشفت أنا الضعف دياله واحد الشكل رهيب، أن البنك الفرنسي تحكم في الظاهر يحكم على البنوك، يعطي أوامر. فلما تعذر فتح الحساب التجأت إلى بنك فرنسا المركزي لاستصدار ذلك الأمر، فاكتشفت أن بنك فرنسا أضعف من البنوك، فهو لا يحكمها، يؤطرها فقط، يقولون هاتي ورقة الرفض، رسالة الرفض، وبتلك الوثيقة سنعين لك بنك يفتح لك الحساب. قلت إن تلك البنوك ترفض ولا تعطي ورقة الرفض، فالجواب حاول مع بنوك أخرى إلى أن تحصل عليها، وهم يعلمون علم اليقين أن تلك البنوك لا تعطي ورقة الرفض لأنها تؤثر على تنقيطها عند بنك فرنسا. ولكن اليوم عند الرفض الذي تم وبالخلال الهاتف ومن خلال تحليل طريقة كلام الموظفة الفرنسية، اكتشفت عبر 30 دقيقة من الاستماع إليها أنها غير متمرسة، فقمت باستغلال تفكيرها وإلهائها إلى أن أرسلت لي عبر الإيميل وثيقة الرفض، وبمجرد أن وصلتني وقرأتها وهي معي في الهاتف قالت لي نعتذر، وصراحة هذا مشروع كبير لكن القرار يأتي من القمة فأنا أعتذر. قلت لها لا تعتذري سيدتي، فقد قمت باللازم، فلقد أعطيتني ما أريد، أتمنى لك احتفالات رأس سنة جيدة. انتهى الأمر وسننطلق، واتصلت بالإدارة الفرنسية يعني لا بريفيكتور لأستشعر أو أستعلم أو أستخبر على نقطتين خاصتين بالقانون الأساسي، لأضع النقطة عليها. وكانت هناك موظفة أخرى أعرفها لأنها قريبة من سكناي، وبما أنني أساهم في الشأن السياسي في حيث أقيم كان لي دور قوي في تغيير عمدة المدينة في الانتخابات 2020، فمدتني بنصيحتين وبتغيير طفيف سنقوم به إن شاء الله انطلاقا من الاثنين لنغير بعض الأمور
ونتوجه إلى طريقة أخرى. ما هو مفيد في الدول الغربية؟ ما هو مفيد في الدول الغربية هو لما تكون مطلعا على قوانينهم وعلى نصوصهم لا يحيدون عن الطريق، لا يمكن، ليس كما في وطننا يمكنهم رفض أي شيء، يمكنهم التعامل معك بالطريقة التي يريدونها، يمكنهم خرق الدستور حتى القانون، ولن تجد لك نصيرا ولا مدافعا ولا مساندا ولا، وهذه إشكالية. فسوف نستغل هذه الأمور إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسوف نسير على الضرب، وأعدكم أننا لا محالة إن شاء الله منتصرون. أتمنى من مغاربة العالم أن يكونوا من المساندين، أن يساهموا ويرسموا أسماءهم بماء الذهب في هذا المشروع. هذا المشروع كما قالت إحدى المعلقات المغربيات من الداخل وسامحها الله، قالت لي في تعليق على الحلقة التي رأيتها: لقد بلغ منك السن عتيا ولم تجد شيئا تعمله، وتريد أن تركب على ظهور المغاربة، فمغاربة الخارج أصبحوا واعين. قلت لها: والله إنك لتحملين الجهل بجهله والشر بثقله، فلك ما تريدين وبارك الله لك ما أنت فيه. نقطة مصدر. سوف نشتغل وسوف نذهب إلى أبعد الحدود، وسوف يكون لنا ذلك المجهود، سوف يشارك فيه جميع المغاربة كما وعدتهم. مجرد أن ينطلق إن شاء الله سوف نكون دائما في المشورة مع إخواننا في الدول، ليقوموا بأنفسهم بدراسة لحاجاتهم في تلك الدول لاختلاف القوانين والأمور الاجتماعية والاقتصادية، لتكون لنا دراسات عن كتب في الدول المعنية. بعد ذلك سننتقل إلى مرحلة العدد الحاكم، العدد من المنخرطين، ليكون مداخل لتكون في تلك الدولة مداخل كافية لتأدية أجر موظفين رجل وامرأة دائما في مستوى وبالنزاهة المطلوبة وبالكفاءة المطلوبة، وتأدية واجبة المكتب وما إلى ذلك. بمجرد أن يكون هناك عدد منخرطين يكفي لتغطية هذه المصارف، سوف نقوم بالقرعة لاختيار 2 من خيرة أبناء الوطن للقيام بذلك، لافتتاح ذلك المكتب في تلك الدولة، وتكون الاستراتيجيات من المكتب الفيدرالي من باريس بمشاركة مغاربة العالم. هناك دكاترة، هناك مهندسون، هناك أساتذة جامعيون، هناك محامون، هناك عمال، هناك بناؤون، هناك فلاحون، فكل حسب اختصاصه. سوف نتعامل على هذه الأمور بالشفافية المطلقة، بنقل الوقائع التي نقوم بها على المباشر بالنتائج وبالدليل الملموس حتى يعلم كل أحد أي عمل نقوم به. فإن افتتحنا شركة فسيكون قرارها معروضا على مغاربة العالم عبر المباشر وفي الموقع الإلكتروني، الموافقة عليها كذلك، تنفيذها سيكون على المباشر، افتتاحها سيكون على المباشر، عنوانها سيكون معروف. نتمنى أن ننجح، ونتمنى أن يساندنا الجميع ولو بالدعوات. شكرا لك دكتور عبد السلام في زيادة المساهمة. العفو. ونتمنوا استضافتك مرات ومرات، ونتمنوا نخدموا على هذه الأنطولوجيا العامة نتاع المهاجر الكوني المغربي، ونخلي الكلمة الأخيرة، تفضل براحتك. بطبيعة الحال لا يسعني إلى أن أتمنى من الخالق عز وجل أن يتحقق هذا الحلم. هو ليس حلمكم فقط، بل حلم كل المغاربة الذين يعيشون معكم تفاصيل هذا الهم، وهم كبير بطبيعة الحال يتطلب صبرا أيوبيا كما قلت، ونيابة عن زملائي الأساتذة سواء الذين يشتغلون على الهجرة أو الهجرات، هناك هجرات ولكن عن الهجرة بطبيعة الحال
التنمية المستدامة، وكذلك زملائي الباحثين الجادين الذين لا يهمهم أمر مغربي على حساب مغربي. كلنا في المغرب هم، ويجب فقط أن نساعد، وكما قلتم ولو بالدعاء، ولو أن أقلامنا خلقت لتكتب عن أمثال هؤلاء ولترسخ هذه التجربة ولتساعد إعلاميا وعبر الكتب. نقول إليك صديقي الدكتور عياد باحثه، فقال لك احنا ما يتعلق بالنشر احنا نفتخر به باش غادي يكون ديال مغاربة العالم، موقع باسم مغاربة العالم، وحنا الهدية اللي غادي نعطيو رمزية هو كتاب ودليل. يعني يوصيني فيقول لي عافاك، وصل لهم قلت له عافاك، خطرة أخرى خصك تحضر أنت، إن عشتي التجربة المريرة غير مع الكتب ديالك من المطار وداك الشيء. إذا فهو يعيش معنا الآن السي عياد، وأقدم له هذه التحية بطبيعة الحال، وأتمنى أن نشترك يوما ما مع إخوتنا المغاربة العالم، مثقفين وباحثين ومتخصصين، هذا الهم لنتداوله بطبيعة الحال بعقل جمعي، كل بطبيعة الحال يغرف من معينه من أجل هذا الحلم الذي أراه جنينيا، ولكن قريبا بطبيعة الحال يبتعد عن الأرض حبوا ليصير مثل النسر فوق القمة الشماء كما قال الشابي. شكرا لكم أخي العزيز، وعبرك أتمنى أن تقدم سلامي للذين أعرف والذين لا أعرف بطبيعة الحال، والزمن أمامنا، سنتعارف أكيد وسنتعاون، والوطن بطبيعة الحال كيفما كان الحال نحن خطائين وخير الخطائين التوابون. ما أعتقد أنه يوما سوف ينسى أبناءه، تغافل أكيد، ولكن بطبيعة الحال يجب أن نقدم نقدا ذاتيا. نوتو كريتيك هذا ما كنعرفولهاش، يجب أن نقدم نقدا ذاتيا، نقول والله إلا غلطت أنا في هذه السياسة ماشي ديال الكرسي، سياسة الكرسي مصيبة. بالتالي تتساءل من يجلس على من؟ واش البشر اللي كيجلس على الكرسي ولا الكرسي اللي جالس عليه؟ إذن فيجب أن نقدم نقدا ذاتيا تجاه جاليتنا، والجالية ديالنا كتعطينا صعب، احنا ما كنعطيو والو، نكونوا صراحة، الجالية ديالنا كتجي الأسر ديالهم وكتجيب البنوك ديالنا وكتجيب سميتو. إذن شنو هي الكلمة جميلة؟ ترحيب جميل، تشجيع، انخراط المغاربة، مغاربة العالم في المؤسسات ديالنا التشريعية والدستورية وألو مجرى، عندهم أفكار، عندنا عقول، عندنا كل شيء، وحنا نعترف. خطرة كيطلعنا طبيب في كوفيد اللي كيخرج الدول كان تعجبو هذا مغربي، يا مغربي ما كنتش كتعرف حتى دابا. إذا حتى يمكن أن أحقق ذاتي حتى نجيك من برا، لا، يجب أن نفكر فيهم. ولهذا فيجب أن نتصالح مع ذواتنا، أن نتصالح مع ذواتنا أفرادا وجماعات ومؤسسات سياسية وحكومات متعاقبة. حكومة راه والو، راه خاوية الوفاد، ولكن يجب أن تحتكم إلى الدستور، يجب أن تحتكم إلى خطابات عاهل البلاد. راه كل خطا كيذكر المهاجرين، ايه ولي تنزل اخويا ما كتنزلش، واش ولي غادي ينزلك عندك رئيس الحكومه نزل، وشنو هو الدافع؟ مشكل انه هو تنزيل، وكانه غادي ينزلنا الوحي من السماء، عادي جدا، النوار سير بلون خرجوا هنايا عادي. اذا يجب ان نقدم هذا النقد الذاتي، ويجب ان لا نسمع شكوى من مغاربة العالم، إما يا صاحبي كيساهموا،
بلا بيهم راه عرفتي في هاد كوفيد ما كنا غندير والو، لا التوريزم لا كلشي راه مشى. ان توريزم انترن هو اللي سميتو هو نتوما اللي فاش جيتو هنا، جيتو عند العائلات ديالكم. فاش غادي تجيو عند العائلات ديالكم ما كتجيوش خاويين، كتجيبوا فلوس. جيبوا فلوس، نحن لا نشعر بها بطبيعة. اذا فمن خلالكم انا ارى على ان احزابنا السياسية ومؤسساتنا السياسية بأغلبيتها على كل حال أنا لا يهمني الفرع الرأس كما يقال، ولكن يجب لا ننتظر على أن دول العالم يشكيكم لهذه البلاد. هذه اللي باقي لهم، يقول لهم شوف إذن هذه اللي باقي لنا ما بغيش نوصلوا لهذا الوصل. ومغاربة العالم في الثالث يقول لكم خف القطين وبلا بيك ولا بلا بيك غادي نحقق ذاتي، ولكن غضبان أسفة. وعلاش غادي نغضبوا انا؟ نغضب هذا الاخ، كل شيء عندنا الاسره ديالنا برا. شكون اللي ما عندوش اسره في الاسره ديالو برا؟ اذا يجب في هذه القضيه الاستحقاقات كنا في البرامج ديالنا الجيل الاولى، لا وجود في البرامج كاع اطلاقا. حتى البرامج ديالك ما كتطبقهاش، كتجيك برامج منزله عليك وتكلمتي على صندوق النقد الدولي، تكلمتي على صندوق النقد الدولي بقى. اللعبه فاهمينها اطلاقا. إذن فأنا أشد على أيديكم بحرارة، من مفكر إلى باحث إلى عامل في أي قطاع إلى طالب وإلى تلميذ وإلى أبوين، هناك أقدم لهم التحية وأنحني لهم بطبيعة الحال، وأنا أترجم ما يجب أن تترجمه الدولة، وشكرا لكم. شكرا لك دكتور سلام الفيزادي من جامعة ابن الزهر من المغرب، شكرا على المداخلات ديالك، ولنا لقاءات إن شاء الله مستقبلية معك ومع دكاترة إخواننا المذكورين من خلالكم، ولنا رجوعا إلى هذا الموضوع، وقريبا إن شاء الله سنحتفل بالانطلاق مهما كان الثمن، فلا شيء يكون غاليا على أهدافنا السامية، سوف نضحي بالغالي والنفيس وسوف ننطلق في هذا المشروع، وإن شاء الله النجاح حليفنا. تحياتي لكم جميعا، أشكركم وأشكر الدكتور سلام فيزازي من جامعة بن زهر من المغرب على حضوره وعلى إضافة قيمة مضافة كبيرة لهذه الحلقة ولهذا المشروع، وأستودعكم الله، وكما جرت العادة سيكون للرجوع بعد نصف ساعة لتلقي أسئلتكم، ريتما أودع الدكتور المحترم، أستودعكم الله، بقى معي في الكواليس دكتور من فضلك، شكرا لكم.